شكلك زعلان، ايه اللي حصل؟ اسكتي، مش عايز اسمع صوت واحدة ست. انتوا كلكم ولا الكلب زي بعض؟ تقريبا احنا ممكن نعيش مع بعض من غير ملاحظاتك الوقحة دي. يعني خلاص؟ مفيش حد مخلص في الدنيا دي؟ نور؟ كنت فاكر انها الوحيدة اللي كويسة فيكم. هي نور دي حلوة؟ أحلى واحدة في الدنيا، ولا يمكن أصدق إنها تعمل حاجة زي كده مع طارق زفت وهنا؟ عادي، تعالى. انت عارف ان شكلك ممكن يبقى جامد قوي. قصدك ايه؟ اولا ايه النضاره الفظيعه اللي انت لابسها دي؟ انا مش شايف حاجه. في حاجه اسمها عدسات لاصق. كنت فاكر الشكل مش مهم بالنسبه للراجل. انت عارف ان عينيك حلوه قوي. سيبيني في اللي انا فيه. لا بجد، انت عينيك حلوه قوي. انت عملت كده ليه؟